في خطوة مفاجئة قد تعيد رسم خريطة المواجهة الإقليمية، أعلن حزب الله اللبناني انتخاب نعيم قاسم أمينا عاما للحزب خلفا لحسن نصر الله. جاءت هذه الخطوة في توقيت حساس تعج فيه المنطقة بتوترات متصاعدة، حيث تتزايد التوقعات بإطالة أمد الحرب بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، مما يفتح الباب أمام احتمالات مواجهة مباشرة قد تمتد إلى ساحات أخرى بما فيها إيران نفسها، أو قد تشكل ضغطا سياسيا ودبلوماسيا لفرض شروط جديدة في وقف الحرب المستعرة في غزة ولبنان. يعتبر انتخاب نعيم قاسم إشارة على عدة مستويات، خاصة في ظل تصاعد التوتر مع إسرائيل، فهذه الخطوة تأتي بعد فترة من الفوضى الداخلية في حزب الله، ما جعل الحاجة إلى قيادة جديدة وموحدة تبرز كضرورة، خاصة في وجه تحديات داخلية وخارجية تواجه الحزب. أكد باحثون أن انتخاب قاسم ليس مجرد إجراء شكلي، بل يرمز إلى نية حزب الله التحضير لمعركة طويلة الأمد مع إسرائيل. لقد أثيرت شائعات سابقة حول انتقال قاسم إلى طهران، وهو ما يرجح أن انتخابه قد جرى من خارج لبنان في خطوة تمثل استجابة تكتيكية للحفاظ على سلامته من أي استهداف محتمل. على الرغم من التحديات الداخلية، يبدو أن حزب الله يعيد ترتيب أوراقه استعدادا لمعركة طويلة مع إسرائيل، مما يثير تساؤلات حول كيفية تفاعل الأطراف الإقليمية والدولية مع هذه الخطوات. قد يساهم هذا التغيير في تسريع الجهود لفرض شروط جديدة لوقف الحرب في غزة ولبنان، أو قد يكون إذانا بمواجهة أوسع تشمل إيران وإسرائيل.